أسماء الله الحسنى للأبراج 12 مولود الحمل يا حنان يا منان تمسك التراب يصير ذهب إن شاء الله. مولود الثور يا مالك الملك لتملك بيت. مولود الجوزاء يا شكور لأنه جيك شيء حلو. بالنسبة لمولود السرطان يا مانئ أعدائك كتار حواليك عم يلفوا حواليك حتى ربنا يمنعهم عنك. مولود الأسد صبحهم قدوس رب السماوات والأرض كمان لأنك تسبح قد ما فيك هذه الفترة. مولود الميزان يا رؤوف حتى تنذر الرأفة من رب العالمين لأنه مشاكل كثير ممكن تتعرض لها. مولود العقرب يا رحمن يا رحيم هذه تاخذها ورقة ترتفع روحانياتك. كوس يا الله هو الأسماء الله هو الله. مولود الجدي يا مرتاح حتى لأنك أنت كتير تعبان نادي بأسماء الله لو في أسماء الله ربنا خصصها للأنبياء ما نحطت بأسماء الله الحسنى. مولود الدلو يا باسط اليدين بالعطية يا باسط فيك تقول وفيك تقول يا باسط اليدين بالعطية وافتح إيديك لالله يعطيك. أما أنت مولود الحوت شو ما دعيت كتير حلو لأنه ربنا رزقك بالبحار ولكن عليك أنك دايما تقول يا كريم.